السيد علي العلوي رئيس قسم حوكمة الشركات بإدارة رقابة الشركات من الرؤساء المميزين وأصحاب الكفاءة في وزارة الصناعة والتجارة. طبعاً علي يتمتع بصفات القائد الناجح ويتمتع بمهارات عديدة، منها القدرة على حل المشاكل وتقديم حلول مبتكرة لحل المشاكل والشكاوى اللي ترد من المساهمين أو من الشركات. عنده بعد ميزة فريدة أنه قادر على الصياغة المتقنة إلى الخطابات والتقارير وحتى إعداد الكلمات إلى الندوات والمؤتمرات، فهو يستحق لقب موظف الشهر بكل جدارة، ونتمنى له التوفيق والفال إن شاء الله إلى باقي موظفي إدارة رقابة الشركات. حبيت أهني الأخ علي العلوي على ترشيحه لموظف الشهر لإدارة رقابة الشركات. علي العلوي مثال للموظف المجتهد المجد الدقيق في عمله، دائما يكون عنده حافز أنه يقدم الأفضل في كل مهمة يتم إسنادها إليه. تمنياتي له بدوام التوفيق والنجاح، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. الأخ علي العلوي الكل يشهد له في الوزارة هني، سواء في القطاع نفسه في التجارة أو في الصناعة، وحتى اللي خارج الوزارة يشهدون له بحسن الأخلاق ودائما يكون متواجد في خدمة الناس وخدمة حتى زملاء الموظفين قبل أي شيء. ما في يوم من الأيام احتجنا له في أي مساعدة أو أي استفسار، لكان دائما مقدامه. هالشيء مو غريب عليه ولا هو جديد عليه، ومن هالأعلى المراتب، لأنه إنسان طموح وإنسان متفوق في عمله وجار في عمله، ودائما مثل ما فضلت في البداية أنه هو مبادر بالحب اللي هو العمل. وإن شاء الله ونكون كلنا نهتدي فيه قدوة وأخ وعزيز، والله يوفق له دائما إن شاء الله. الأخ علي أول ما دخلت الوزارة يعني وقف وياي وقفة ما تنسي، دائما ياخذ من وقته يقعد وياي ويعلمني، ف يعني انسان جدا خدوم، وطبعا بعد جدا خلوق. ما قط مره يعني قال لي لا او اني مشغول تعال لي بعدين. والاخ علي بعد ما شاء الله خبرته واسعه في اداره رقابه الشركات، فمثل ما تقول هو يعني الجو تو جاي. احنا عاده الشخص اللي نروح له حق اي موضوع عندنا او اي مشكله. خوش إنسان يعني يستاهل كل خير. أتمنى له التوفيق وإن شاء الله من هاي للأعلى. سيد علي العلوي من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة في الوزارة، ودائما بابه مفتوح لجميع الموظفين، وما يقصر يا أحد في المساعدة، سواء كانوا مراجعين أصحاب شركات أصحاب سجلات. دائما ما كان يعني يساعدهم باللي يقدر عليه، وأبارك لي حصول على موظف الشهر ونتمنى لك للتوفيق. الأخ علي العلوي ومنذ التحاقي بقسم حوكمة الشركات يعتبر لي المحفز والمعلم. تعلمت من الأخ علي العلوي الكثير ولا زلت أتعلم منه الكثير. الأخ علي العلوي يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الموظفين ومع جميع المراجعين. أتمنى إلى الأخ علي العلوي كل التوفيق، وإن شاء الله نشوفه في أعلى المراتب إن شاء الله. في الحقيقة هذا الإنجاز أو التكريم ليس تكريم خاص فيني فقط، بل هو تكريم لكل منتسبي فريق حوكمة الشركات وأفراد فريق حوكمة الشركات، واللي هم كل واحد فيهم يسعى بكل جهده ومثابرة في تحقيق أهدافنا وإنجازاتنا اللي صنعناها مع بعض. في الواقع هذا التكريم هو تكريم لكل فرد من فريق حوكمة الشركات. أهدي هذا التكريم إلى والدتي الغالية الحبيبة، وإلى روح والدي اللي لولاهم أنا ما كنت موجود في هذا المكان ولا في هذا الموقع، وكذلك إلى زوجتي وبناتي وأفراد عائلتي لما لهم من دور في هذا التكريم.